أصبح مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم المواضيع الاقتصادية المعاصرة، لما له دور مهم في دعم وتمكين المرأة والمجتمع. فالمرأة رديف أصيل للاقتصاد، قوة فاعلة للنهوض به، وينعكس ذلك على استقرار الأسرة والمجتمع. نستذكر هنا بعض النماذج لسيدات أردنيات برزنا من خلال مشاريع إنتاجية رائدة حققت جدوى اقتصادية، رفضت أسرهن ولو بالقليل من الدخل الذي ساهم في تخفيف أعباء المعيشة. بلشنا في مشروعنا إنه إحنا كنا صغار، يعني أنا بالنسبة لي هلأ تقريباً يمكن 18 سنة أنا مبلشة في هذا المشروع. اتنقلت من حرفة لحرفة لحرفة لحرفة، آخر إشي استقريت تقريباً من 10 سنين على اللبسات العربي، لأنه لقيته عماله بيختفي، عماله بيندثر، أو إنه عم يجينا من برا وبيحطونا إياه بعمان. فبلشت أدرب فيه على النوال البسيطة، على الشغلات اليدوية المتنقلة من مكان لمكان، يعني ست البيت إنها تستخدمها، تعرف تشتغلها بالبيت كست أو بنت أو أي حدا. فكانت بدايتي على إنه أبلش معهم بفريمات، أبلش معهم بالنول، هذا النول بيكون أنت قاعد عليه، بده مكان، بده حيز، يعني غرفة لحاله إذا كان نول واحد. الداعم الأول هو زوجي، أولادي. اشتغلت بمراكز زي ما حكيت لك ذوي احتياجات، حبيت هدول الفئة، علمتهم، كانوا طلعوا شغلات كتيرة عدا عن اللبسات العربي. أنا كسيدة أردنية قدمت للمجتمع بعض الأفكار والمنتجات البسيطة اللي بيقدر ياخدها الواحد كهدية لبرا أو لجوة، يعني أجانب عرب بياخدوها مني. قدمت لهم منتج بحلة جديدة بإشي جديد، علمت مجموعة كتير حلوة ولسه وما زلنا إحنا منعلم في جمعيتنا اللي هي في جبل عمان، وعملناها كمعرض ومكان تدريب. في بداية كانت عبارة عن هواية، وكانت هواية ضل كل حدا يجرب منتجي ويقولوا لي منتجك ممتاز. فشوي شوي كبرت هذا المنتج وصرت أشتغل فيه وأبيع هذا المنتج وأشارك بسوق جارة، أشارك بالبزرات بالطريقة هاي. يعني ما عندي مكان معين، ركزت على صابون زيت الزيتون بأشكاله، صابون الغار، زيت الزيتون، الكركم، كلها عبارة عن مواد طبيعية ما بيدخلهاش المواد الكيماوية. والكل عم بيفكر إنه هلأ عم برجع للطبيعة، عم برجع للأشياء الطبيعية. وعم كيف بدي أحكي لكم، يعني إنه أشياء أنا بحبها عم بشتغل فيها، عم بستفيد منها أنا وغيري، عم بفيد مجتمعي، عم بفيد ناس كتير بعدوا عن الأشياء الطبيعية. بحب أنصح كل سيدة في المجتمع إنها تكون ريادية وتعمل زي مشروعي هذا الصغير. أنا بديت من لا شيء، بديت يعني عبارة عن هواية، هواية حابة يعني إنه الكل يعرف هوايتي والكل يجربها. هي عبارة عن منتجات طبيعية ما بتختلف أبداً عن اللي بنستورده من برا، هو شغل محلي في مكاني الصغير في بيتي، أنا بشتغل هاي المنتجات ومكوناتها نفس المكونات اللي منجيبها من برا، بس هاي إحنا بنشتغلها بالعكس وإحنا منطقنها. ويعني ستات كتير جربوها وشافوا إنه هذا المنتج كتير يعني مناسب جداً وساعدهم بأسعار بسيطة، وهاي الأسعار إحنا استفدنا منها، هم كمان بيستفيدوا.